السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم كيك كيجي اكثر من رائع بمقادير مضبوطة وطريقة تحضير مختلفة على الكيك اللي متعودين عليه. سهلة في التحضير، مسقية بصوص، مكوناتها بسيطة وفي المتناول، كتزيد كتعطي واحد المذاق اروع، بإضافة كذلك مكون اخر غادي نتعرفوا عليه في الفيديو كيعطي قيمة للكيك ديالنا وكتجي لذيذة. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الاخير ونخليكم على المقادير وباقي مراحل التحضير. فرجة ممتعة. على بركة الله، أمامكم الآن في الشاشة المقادير بالجرام، وفي الفيديو غادي نطرقوا بالمقادير بالكأس أو المعلقة بالنسبة للناس اللي ما متوفرش عندهم الميزان. غادي نحتاجو 5 صفار البيض، غادي نضيفو ليه 7 المعالق كبار ديال السكر، قرصة ديال الملح، معلقة صغيرة من بودرة الفانيلا أو استبدالها بساشي ديال سكر الفانيلا، وغادي نخفقو هاد المكونات جيدا حتى كيتغير لنا لون صفار البيض وكيرجع فاتح. فهاد الأثناء كنضيفو 50 مليلتر من الزيت، ما يعادل 9 ملاعق. وغادي نمزجو المكونات جيدا حتى كينسجم لينا الزيت مع الخليط. من بعد غادي نضيفو 8 المعالق كبار من الحليب، ومن الأفضل أن يكون الحليب درجة حرارة المطبخ، ونمزجو المكونات جيدا حتى كينسجمو لينا مزيان. من بعد غادي نضيفو 130 غرام من الطحين لما يعادل كأس عنبة من الدقيق، وغادي نضيفو عليه نصف ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات، وضروري أننا نغربلو باش تجينا الكيك ديالنا زوينة وخفيفة. وما نبالغوش في الخفق، غير كنحسب ان الخليط انسجم لينا وكنتوقفو، وكيكون هذا هو القوام ديالها. بالنسبه لمكونات الخليط الثاني، امامكم الان في الشاشه وفي الفيديو غادي نطرقوا لها بالمقادير بالكاس والمعلقه. غادي نحتاجو 5 ديال بياض البيض، وغادي نضيفو عليه 7 المعالق كبار من السكر، ولوزيت ديال حامضة وحدة، وغادي نحاولو نطربو هاد المكونات جيدا حتى كيضعف الحجم ديال بياض البيض. ما عندناش الغاية انه يرجع بحال مورانغ، غير كنحسو بان الخليط طلع مزيان كنتوقفو. مباشرة غادي نضيفو عليه 9 ملاعق من الزيت و 8 ملاعق من الحليب، ومن الافضل كيف ما ذكرت معكم الحليب يكون درجة حرارة المطبخ. غادي نخلطو هاد المكونات جيدا حتى كينسجمو. وغادي نزيد المكون اللي كيعطي مذاق زوين في الكيك. عندي هنا 50 غرام من بودرة اللوز، ما يعادل نصف كأس عنبة. وبالنسبة للدقيق كاين اختلاف ما بين هاد الخليط الاول والخليط الثاني. الخليط الاول كنا درنا 130 غرام، يعني الكأس عامر حتى الفوق، وبالنسبة للخليط الثاني غادي نضيفو غير الكأس كينقص 1 سنتيمتر. يعني البنات كنعبر معكم بالكأس العنبة اللي كيوزن 100 مليلتر، ماشي الكأس العنبة اللي كيوزن 250 مليلتر. غادي نخلطو هاد المكونات حتى كينسجمو. واحد الملاحظه بالنسبه لبودره اللوز، من الافضل انكم تشرو بودره اللوز اللي كتكون واجده. انا هنا ما كانتش متوفره عندي، خديت اللوز ايفيلي وطحنته، ولكن بصراحه ماشي نفس النتيجه. يعني من الافضل انكم تاخذوا 50 غرام، راه كتكون رخيصه، خدوها، افضل من انكم ديروا هذا الغلط اللي درت انايا. الاغلبيه كتكون موفره عندي، ولكن للاسف هذه المره فجيت باش نحضر معكم الكيك لقيتها ما كايناش. كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الخليط كيكون ديال اصفر البيض. بالنسبه الى حسيتوا بان الخليط ديالكم ثقيل، من الافضل انكم تضيفوا ليه واحد معلقه صغيره من الخل،
غير معلقه صغيره او نصف ملعقه من الافضل كتحسوا بيه باش الكيك ديالكم يكون خفيف. المهم كيف ما كتلاحظوا هزيت هذا المول، رشيتو دهنتو شويه الزبده ورشيتو بالدقيق، وغادي نهز ندير فيه الطبقه الاولى من الخليط الابيض. ممكن تستعملوا اي مول عندكم، انا بصراحه مول فكنديروا غير في المول العادي اللي كيكون مدور، ولكن هذه المره قلت نغير شويه. المهم كيف ما كتلاحظوا من بعد ما وضعت الطبقه الاولى من الكيك اللي من الخليط عفوا اللي كيكون بيض، كنرشوا مزيان بالكاكاو اللي كيكون مر، وكنضيف عليه طبقه ديال الخليط الاصفر. كنبقاو على هذه الطريقه طبقه، يعني من الاول ديروا عينكم ميزانكم، الخليط قسموه على نصفين سواء ديال الخليط الابيض او الخليط الاصفر. المهم كنديروا الطبقه الاولانيه ديال ابيض البيض، كنرشوا عليه الكاكاو المر، وكنديروا فوق منه الطبقه ديال الاصفر البيض. نفس الشيء عاوتاني كنرشوا الكاكاو، وكنرجعوا عاوتاني نديروا الطبقه اللي من بعد بالخليط الابيض، وهكذا حتى كنكملوا المكونات كاملين. كل ما كنديروا طبقه من الخليط كل ما كنرشوا الكاكاو. وكيف ما ذكرت معكم من قبل، من الافضل ان تكون عندكم بودره اللوز اللي كتباع في المحلات، هذيك سبحان الله العظيم كتكون خفيفه. انا هنا واخا خديت اللوز، يعني اللوز ايفيلي وطحنته وغربلته، ولكن ماشي نفس النتيجه اللي كتخرج ليا بها الكيك. لهذا من الافضل انكم تضيفوا بودره اللوز، حيت غادي يجوني تساؤلات واش ممكن ناخذ غير اللوز ونطحنه ولا لا. من الافضل تكون بودره اللوز اللي كتباع في المحلات، كتكون هذيك خفيفه ما عرفش بحال ناشفه. اما الا جينا نطحنوا اللوز بحال كيخرج داك اليدام ديالو، وملي كتجي كتغرب لي كيجي صعيب شويه فاش ان دوك الحبيبات ينزلوا. لهذا من الاول تفاديا. المهم هاد الاثناء كيكون الفرن مسخن على 180 درجه من الاسفل فقط، كنشعل لي غير في التحتاني. من بعد ما كيطيب ليا الكيك كيضاعف الحجم ديالو، عاد كنشعل الطبقه الفوقانيه باش يحمر وياخذ ليا لون ذهبي، وكيبقى الطريقه على حسب كل سيده والفرن ديالها. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن، تبارك الله تضاعف الحجم ديالها، لانكم كتعرفوا هذا المول كيكون قصير، يعني الكيك ديالو كيجي قصير. انا راه ضعف من درجه انني ما قدرتش كاع نحطها مقاده. غادي نخليو الكيك ديالنا حتى كيبرد وكياخذ لنا درجه حراره المطبخ، وغادي نسقيوه بهذا لاصوص اللي كتجي لذيذه. حنا دائما معودين اننا نسقيو بصوص اما كحله اما بيضه في الكيك، علاش لما نعطيوه والوين باش يفتح النفس للاكل. المهم بالنسبه للمكونات اللي احتاجيت هنا في لاصوص، احتاجيت غير الشوكولا الابيض، يعني كميه من الشوكولا الابيض، وضفت عليها جوج علب من ياغورت بنكهه الفريز. كما كتعرفوا الفريز مع الشوكولا مع مذاق ديال الفاني مع السيترون راه كتجي لذيذه، وغير الشوكولا مع الفريز راه كتجي شي حاجه هي زوينه. كيف ما كتلاحظوا كنحاول نسقيها، وداكشي اللي كينزل راني كنعاود نجمعه وكنسقي به عاوتاني طبقه اخرى حتى كنكمل داك ديك لاصوص اللي عندي، يعني ما كتضيع فيها حتى شي حاجه. بالنسبه لطريقه الاستعمال، غادي تاخذوا غير الشوكولا ابيض وغادي تذوبوه، من بعد ما ذاب وخلوه في باماغي، ضيفوا عليه الياغورت وبقاو حركوا مزيان، زيدوا نكهه الفراز ولا اي نكهه، المهم الصوص نتوما كتلعبوا باللون اللي بغيتوا. ومن بعد خليوها شويه تحسوا بان الخليط بدا كيتقال، من بعد بداو تزينوا به الكيك ديالكم ولا التورته ديالكم. التزيين كيبقى دائما حسب الرغبه، اي مكسرات نتوما متوفره عندكم ولا كيعجبكم المذاق ديالها زينوا بها. انا هنايا من بعد كنبقى نزين بالشوكولا كونكاس ابيض غير باش نهرس داك اللون الغوز. لاول مره كيزور القناه ما تنساوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا عجبكم طبيعه الحال الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك للتحفيز، ونخليكم مع الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اليوم، نتمنى انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم، وحتى الشكل ديالو يعجبكم، لانه فعلا كيك عادي ولكن طريقه التزيين كتزيد كتعطيه جماليه اكثر. وماشي بالضروره اننا نديرو مقادير اللي هما غاليين باش اننا نزينو المائده ديالنا، حاجه عاديه بسيطه متوفره كيف ما عودتكم في جميع الفيديوهات ديالنا، والنتيجه كتكون زوينه ومرضيه. وكيف ما كتلاحظوا الكيك كيجي الشكل ديالو كيبان داك الشكل ديالو اللي صفر، وكيبان داك الشكل ديالو الابيض، وكذلك الكاكاو. وهو بصراحه الا درناه في داك المول اللي كيكون دائري راه كيعطي كيبين الزخرفه اكثر من هذا المول الطويل. المهم انا جربت معكم الوصفه، شفتوا معايا الطريقه
وانتوما كتاخذوا المول اللي انتوما مناسبكم. غير كيف ما قلت لكم الا كان عندكم المول دائري اللي كيكون فيه حفره من الوسط راه كيعطي الشكل الجميل. وصلنا لنهايه الفيديو، ما سخيت بكمش، وشكرا على المتابعه، ودمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي.